القافلة. ومضى الحسين إلى قبر جده رسول الله مودعا على قبر جده، نزل عند القابر ونادى: يا جدا إن بني أمية ضيق الدنيا بما رحبت، وبكى كثيرا فأغفى عند القابر، فرأى جده رسول الله في عالم المنام واحتضنه إليه، قل له: ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني استريح، ضاق بي يا جد من رحب الفضا كله فسيح، فعسى طود الاسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعد بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين، يا حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين. وقال له: يا جداه لا أريد الرجوع إلى الدنيا، دعني معك. فقال النبي: ولدي حسين، لك منزلة عند الله ودرجة لن تنالها إلا بالشهادة، ارجع يا ولدي. رجع الحسين عليه السلام وحول إلى قبر أمه، ودع قبر أمه بالدمعة والبكاء والحزن والآه. وبعد ذلك الحسين رجع إلى القافلة وكانت قد تهيأت، وأمر الحسين القافلة أن تنطلق، فاجتمع أهل المدينة. أم البنين تودع أولادها، أم سلمة تودع الحسين، وترك الحسين ابنة مريضة له يقال لها فاطمة، عرفت بعد ذلك بالعليلة لأنها كانت عليلة، وتركها الحسين في المدينة. ولما مشت القافلة هذه الطفلة ما تحملت، جعلت تنادي: أبا يا حسين لا تتركوني في المدينة. والله تقل لي: يا أبو يا حسين وياكم اخذوني، عقبكم يا هلي يعمن عيوني، أنا وحي ذب هالوطن لا تخلوني، والله تخلوني، عقبكم يا هلي العلة شمالة، والله تقل لي: يا ابو ياخذوني وياكم اسرج الخيل واحط فراشكم لو تشلشل، يعني خذوني اخدم معكم يا نور عيني. الله اكبر، كأني بهذه الطفلة نزل اليها الحسين، احتضنها وضمها وقبلها وصبرها وودعها وارجعها الى ام سلمة. واراد الحسين ان يمضي، هاي الطفلة تركت يد ام سلمة وصارت تحبو خلف القافلة وتنادي: أبا يا حسين. لهفي على قلب الحسين كيف تحمل، تقل له: يا أبويا خذوني، يا أبويا خذوني، لا تعمان عيوني، خذوني أسرج الخيل وحط فراش بالليل، يا أبويا خذوني. وهكذا مشى الراكب، يلا نمشي مع القافلة، من الذي يحدو لقافلة الحسين؟ يوم الذي راعي الشيم، يلا
يلا نحدي نحدي للناقة. شايفين بالصحراء لما نياق تمشي شلون يحدون للناقة؟ يلا نحدي لها. يوم الذي راعي الشيام أنوى ويشد الراحة إلى جاب المحامل للحرام وكل فرد وجه حدلة وطب لاعد زينب مبتسم عباس راع المرجلة قال لها يا ظنوة علي قومي نروح الكربلاء قالت لأخو يا محملي من هو الذي يتكفل قال لها عينا شبشري أمرشني ودن تمثل قالت لأخو يا محملي من هو الذي يتكفل قال لها عينا شبشري أمرشني ودن تمثل طلعان وعباسي حدي والضاع نضاج هلاهلا وكل ساعة وعباسي ونزل محمي للحورة يعدلا طبل الحسين وناشدا شنه نزلتك بالفلا قال لا يا اخويا نزلتي تدرب اختنا مدللة ما شافت الهم والهضم ربيت على العز والعلاية تقل ريتك يا عباس حضار يومي طلعت من كربلاء سترت وجهها جفوفها والدمع بالخدها ملا هذا المسير وهذا الحديث إلى كربلاء حتى وصل الحسين إلى كربلاء وهو على فرسه وقف جواد الحسين نزل الحسين من على جواده ركب جوادا آخر أمره الحسين أن يمشي ما مشى نزل الحسين عن هذا الجواد وركب جوادا آخر لم ينزجر ولم يتحرك التفت الحسين إلى أصحابه وقال أصحابي ما اسمه هذه الأرض فقالوا له تسمى نينوى فقال هل لها اسم آخر قالوا تسمى أرض الغاضريات فقال هل لها اسم آخر فقال شيخ كبير يقال لها كرب وبلاء رفع الحسين يديه وتنفس الصعداء وقال اللهم إني أعوذ بك من الكرب والبلاء أصحابي انزلوا ها هنا محط رحالنا ها هنا تسبى رجالنا نساؤنا ها هنا تذبح أطفالنا ها هنا تقتل رجالنا هذه هي منايانا والله يقلهم إن كان هذه كربلاء إن كان هذه كربلاء بشروا بلايا والله نزلوا ترى لاحت علامات المنايا يلا يا شباب لازم بجانب هالنهار نقضي ضمايا وش سامنا تبقى عليا الغبرة رميايا
كأني بزينب دنت من الحسين. ماذا تقول أبا عبد الله؟ بس لو ترفع لي الصوت حبيبي. ماذا تقول أبا عبد الله؟ ماذا يجري علينا في هذه الصحراء في هذه الأرض؟ تقل الكاتبك يا حسين من هالناس شاوينا، يقللها يا ماي العين كلها انقلبت علينا. والله تقل حمل ضعونا وارجع للوطن بينا، يقلها ما يخلوني أستر بعد بضعوني، أني ونيتهم يقتلوني ولابد ما تشوفيني وشيبي يقطر من الدم. ماذا تقول يا حسين ومن بعد من أهل بيتك يقتلون؟ يقلها الأكبر على الأرض مطروح يا أختي وعينك تشوفه وجاسم عالثرى مرمي بدال العرس والكو والحوفة، وخوش على النهر نايم ويما مقطع جفوفه ويما رايته وجوده وعينه بسهم ممروده، بطل حالي على زنوده لو شفتيهم بكتره كان المهجة تجفتها. وبعد أبا عبد الله ما خبرتني عن نفسك وما يجري عليك، قلها يا اختي وسهم المثلث بدلالي تشوفينا. زينب راح تشوفين السهم دخل في قلبي، يا اختي وسهم المثلث بدلالي تشوفينا. وعبد الله الطفل يا اختي بدم نحرهم طوقينا، الشمر يمي ابعد ولا تحاجينا. الله اكبر. ولو شفت الشمر يمي ابعد ولا تحاجينا، تراه يقطع بنحري تراه يقطع بنحري ويتربع على صدري. يا زينب عيني وصبري، ولمن يحكم الباري وهو بحالنا أرحم. حسين 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 يا حسين يلا جميعا حسين 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 بعد بعيد حسين 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 يا حسين. وبعد الحسين يخاطب زينب ويوصي زينب، يقلها هذه آخر ليلة أنا وياك يا أختي، والذي خافي تشوفيه بنظرتي باكري تشوفين بعيونش ذبحتي. ولو قعدت بظلليني انت يا اختي يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب لك لك يا زينب يا زينب يا زينب. يا اختي غطي بجفتي عيون اليتامى لا يشوفوني على راسي بلا عمامة. الله أكبر يا حسين. هكذا يخبر زينب إلى أن جرى يوم العاشر واستشهد جميع صحب الحسين وأهل بيت الحسين ولم يبقى أحد. بقي الحسين وحيدا غريبا لا ناصر له ولا معين. نادى ألا من ناصر ينصرنا أما من ذا
ذاب يذب عنا غريب يا أبا عبد الله مظلوم يا حسين. لم يبقى أحد إذا بفارس أقبل من بعيد ينادي سيدي سيدي مهلا أقبل نحو الحسين سلم على الحسين قال سيدي معي رسالة لك. الحسين يقول يوم العاشر من المحرم تصل إليه رسالة ممن هذه الرسالة؟ قال مررت بالمدينة بالحجاز أوقفتني طفلة وقالت أيها الفارس إلى أين سفرك؟ قلت إلى العراق. قالت خذ هذه الرسالة لأهلي فإنهم سافروا إلى العراق. قلت من أهلك ومن تكونين؟ قالت أنا فاطمة بنت الحسين تركني أهلي بالمدينة. أخذ الحسين الرسالة فتحها وشمها وبكى واقفار يقرأها ثم حول نحو المخيم نادى يا زينب فقد عاد همنا وغمنا زاد زاد همنا وغمنا. قالت ومن أي شيء أبا عبد الله؟ قال هذه رسالة من ابنتي فاطمة. وماذا تقول فيها يا حسين؟ قال يا زينب تسألني عن عمها العباس متى يرجع ومتى يعود وهي لا تدري أنهم قطعوا يديه يمينا ويسارا، وتسألني عن أخيها علي الأكبر وهي لا تدري أنهم قطعوه إربا إربا. أي رحم الله من نادى وعليا وعباسا، وتسألني عن أخيها الرضيع كيف حاله وهي لا تدري أنهم ذبحوه من الوريد إلى الوريد. والله تقلهم ولا لي ولا لي أنا أصبحت ما واحد من أهلي، ولا لي صغار كبار ذبحوهم. والله ولا لي يا عبد الله من هز مهدك، ولو لي أن يا سلواي ما خلوك لي. الله أكبر يا جماعة. وهكذا صار المصاب في كربلاء، وراحت النوبة إلى أن رجعت زينب مع النساء إلى المدينة. وأول ما دخل بشر بن حذلم ينعى ينعى الحسين بالمدينة، وإذا بطفلة واقفة على الباب. قالت له أيها الفارس مهلا مهلا، أناعيا أم مخبرا؟ قال لا بل ناعيا. قالت إذن أخبرني من تنعى. قال قومي معنا إلى المسجد وهناك تسمعين الخبر. قالت لا أستطيع لا أقدر على المشي. قال لماذا؟ قالت لأن بي علتان، علة المرض وعلة الفراق. قال من أنت ومن تفارقين؟ قالت أنا أفارق أهلي وأنا فاطمة بنت الحسين. قال تحيرت معها فأرسلتها إلى عمتها زينب. والله على درب الضعوف أني وسائل اللي يرحون ويجون، والله كل من لها غياب يلفون وأني غايبي باللحد مدفون. أولي على قلب هذه الطفلة يا كيف تحملت فراق أحبتها وكيف وصل إليها خبر أبيها الحسين؟ كأني بها دخلت مع عمتها زينب إلى ذلك العزاء. ولكن لما دخلت زينب المدينة
الله أكبر غير لما دخلت زينب الكوفة. يعني هناك فرق بين دخولها إلى المدينة ودخولها إلى الكوفة. يلا أختم لك بهذه القصيدة سيد عبد الخالق المحنة الله يحفظه. لما دخلت زينب الكوفة كأن بعض الناس قريبين من بني هاشم تحيروا، يا معقول تقول زينب هذه اللي على الناقة عجفاء ما معها لا كافل ولا معها من أرحامها أحد؟ اقلها شنها زينب هاي بتحام الدخيل، بس عجيبا نشوفها بلا يا أهل كون اخت عباس تركب على الهزيل. يعني يا ستار عباس انشتل، هي زينب هاي عناقة وتميل، ومن تميل الريح يسندها بخجل، بيها هيبة حيدر وزعل تشفيل، وبيها صوت حسين لاحو يا الزعل. والعجيب شلون يحديها الغريب، واني اعرف زين بطباع الكفل. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها، يا تحط الرحال امست اليوم، واليتامى عليها يا لقومي تصدق الأنذال. يا الله نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله هاي الليلة الرابعة يعني من ليالي عاشوراء، ولكن هي الليلة الخامسة بعد ما قرأنا ولا ليلة دعاء صاحب الزمان وهو يحضر مجالس جده الحسين. نتوجه اليوم لصاحب الزمان، وهاي الآية الشريفة بصوت واحد على حسين.